بسم الله، اهلا بيكم يا شباب. ان شاء الله في الفيديو ده هكلمكم عن المكونات الاساسية للسيارات الكهربية، وكمان هنتكلم عن الشحن في محطات الشحن. زي ما احنا شايفين في الرسمة دي، ده بيديني مثال توضيحي او شرح مبسط للمكونات اللي احنا هنبدأ نشتغل على كل مكون بالتفصيل. زي ما احنا شايفين هنا، بيبدأ عندي العجل بتاع السيارة او عزم دوران العجلات، او اللي بنسميه الويل تورك. انا عايز عزم عشان ابدا احرك العجل الخاص بالسياره. طيب عشان اخد العزم ده باخده من فين؟ دلوقتي باخده في السيارات الكهربيه من المحرك الكهربي او الالكتريك موتور. يبقى انا ببدا بالويل تورك اللي هو عزم دوران العجلات، عايز ابدا اخد حركه، الحركه دي باخدها من محرك كهربي. طيب عشان المحرك الكهربي يشتغل، المحرك ده شباب بيشتغل بالفولت اي سي الترنيتد كارنت. طبعا انا هنا بيطلع عندي من البطاريات، بيطلع عندي دي سي فولتج او دي سي كارنت، فانا هنا عايز احول الدي سي الاي سي. يبقى انا في عندي تحويل من دي سي الى اي سي، محول من دي سي الى اي سي. لما بحول من دي سي الى اي سي زي ما شفنا بنسميه انفرتر، تمام. طبعا هنا عشان اخد الدي سي بيبقى في حاجه بيسموها باي دايركشنال، محول ثنائي الاتجاه، اللي هو بيبقى موجود بين الانفرتر وبين البطاريات، لان البطاريات بتاعتنا زي ما قلنا في فيديوهات سابقه ان البطاريات دي بطاريات جهد عالي، او بنسميها هاي فولتج باتريز. هاي فولتج باتريز طبعا زي ما احنا شايفين السهم هنا رايح جاي، يعني هي بيحصل فيه كنترول هنا بين بطاريات الجهد العالي، تمام، وبين المحول ثنائي الاتجاه. فانا هنا بقدر اعمل فيدباك من المحول ثنائي الاتجاه حسب التغذيه اللي جاياني من بطاريات الجهد العالي. طبعا بحول الدي سي بتاعي، تمام، من دي سي جهد عالي الى دي سي جهد يتناسب مع التطبيق او مع الاحمال المساعده، او اللي احنا بنسميها الاوكسيلري لودز. يبقى انا في عندي تحويل هنا بيتم من دي سي بس جهد عالي، هاي فولتج دي سي او هاي فولتج باتري، بروح منزل الفولتج ده لفولت يتناسب مع الاحمال المساعده في السياره الكهربائيه، او اللي احنا بنسميها الاوكسيلري لودز، تمام، زي ما احنا هنشوف الاوكسيلري لودز الموجوده بالتفصيل، تمام. طيب انا عشان ابدا ادخل بقى على البطاريات الخاصه بالجهد العالي واشحنها، لازم يكون البطاريات دي بتتغذى من باتري، تمام، تشارجر. يبقى انا بيبدا عندي الموضوع بان انا بدخل شحن للبطاريات، البطاريات الجهد العالي بتشحن، البطاريات دي بتتحول من دي سي جهد عالي الى دي سي يتناسب مع بعض التطبيقات في السياره الكهربيه، تمام، ومنها كمان بروح لمحول ثنائي الاتجاه وبحول الدي سي بعد كده من دي سي الى اي سي من خلال المحول ده او الانفرتر، وبعديها بيطلع تيار متردد اي سي بيدخل على المحرك او الالكتريك موتور، بيروح داخل على عزم دوران العجلات او الويل تورك بتاعتي عشان تبدا تتحرك السياره. طبعا هنا انا عشان ابدا اشحن السياره بتاعتي لازم ابقى واصل، تمام، بمحطات شحن السيارات الكهربيه او التشارجنج ستيشنز، ودي فيها ان شاء الله فيديوهات تانية كتير بتتكلم عن محطات الشحن والبنية التحتية لمحطات الشحن، وايه المناسب للشحن الخاص بالسيارات الكهربية والكونكشن او الادابتور الموجود مع السيارة. زي ما احنا شايفين هنا الشاحن بيبقى موجود داخل النوع ده، الشاحن ده موجود داخل السيارة. يبقى انا كل اللي جايب كيبل كده بلاج ان، تمام، بدخل من محطات شحن السيارات، بدخل على شاحن البطاريات، والبطاريات او شحن البطاريات هو اللي بيشحن بطاريات الجهد العالي. ده مثال بسيط جدا او شكل بيوضح لي المكونات الاساسية للسيارة الكهربية، وكمان الشحن في محطات الشحن. هنبدأ نتكلم عن كل مكون بالتفصيل في الفيديوهات اللي جاية ان شاء الله، واشوفكم في فيديوهات تانية كتير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.